الله لك الحمد. يلا بأعلى أصواتكم أفضل الصلاة. علي بن أبي طالب، فاطمة الزهراء، الحسن بن علي، الحسين بن علي، أئمة المعصومين. اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل وسلم وزد وبارك على النبي. قال: فلما دخلت آمنة في الشهر التاسع وبلغت العدة التي أرادها الله تبارك وتعالى، وليس فيها أثر ولا وجاع، وكانت منفردة بدارها، استمعت ضجة عظيمة ففزعت منها، وإذا قد نزل عليها طير أبيض ومسح بجناحه على بطنها، فزال عنها ما كانت تجده من الخوف. يا سامعين النظام، صلوا على البدر التمام محمد. فبينا هي كذلك إذ دخل عليها نساء طوال، يفوح من أن روائح المسك الأذفر والند والعنبار، وقد تقمصن بأطمار من العبقري الأحمر، وبأيديهن أكواب من البلور الأبيض. قالوا لها: اشربي من هذا ليزول عنك ما تجدين. قالت: لما شربت منه أضاء من وجهي نورا ساطعا، فجعلت أقول: من أين دخلنا علي هؤلاء النسوة؟ وكنت قد أغلقت الباب على نفسي، وجعلت أنظر إليهن فلم أعرفهن. ثم قال: يا آمنة، أبشري بسيد الأولين والآخرين محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل وسلم وزد وبارك على النبي. ايه جواب. قالت آمنة: ثم قال: هذا محمد مصباح الأراضين. ثم خرجنا عني وإذا أنا بثوب من الديباج قد نشر ما بين السماء والأرض، وقائل يقول: خذوه وغيبوه عن أعين الناظرين، فإنه رسول رب العالمين محمد. قالت آمنة: فأخذني الفزع والجزع، وأنا أنظر إلى خفقان أجنحة الملائكة وتسبيحها وتقديسها، وأطيار مختلفة الألوان حمر المناقير. يا سامعين الكرام، استعدوا للقيام. تقول آمنة: فبينا أنا كذلك متعجبة مما رأيت منهم، وإذا بي قد وضعت بولدي أفضل. الزهراء، الحسن، أئمة المعصومين، صاحب العصر والزمان، إلهي عجل
صاحب العصر والزمان وكل بياض بيض الله والحاضرين بيض الله والمعرس بيض الله وأبو المعرس بيض الله والله يعرسكم بيض الله.